صباح النور. دارت البارح فعاليات الجولة 18 للرابطة المحترفة لكرة القدم. أهم الاستنتاجات كان التعثر زوز ملاحقين مباشرين للترجي الإفريقي اللي اكتفى بالتعادل أمام جريدة توزر، والنادي الصفاقسي اللي انهزم بنتيجة 1-0 في المقابلة اللي جمعته بالأولمبي الباجي. الترجي من جهته استغل تعثر منافسيه وعمق الفارق 4 نقاط مع الإفريقي و7 نقاط مع النادي الصفاقسي بعد انتصاره على جرومباليا بنتيجة 4-2. ديما في كرة القدم التونسية وتحديدا في الرابطة الثالثة، وين تعرض الحكم أيمن الرياحي للاعتداء في المقابلة اللي جمعت النجم الرياضي بيقعفور فريق منزل بورقيبة. الرياحي قال أنه لاعبين النجم الرياضي بيقعفور بقيادة رئيس الجمعية اعتدوا عليه بالضرب وقاموا بتعنيفه بشدة لدرجة أنه فقد الوعي في ظل عدم تواجد العدد اللازم الأمنيين القادرين على توفير الحماية اللازمة. هذه هي لو خوه ضرب سمعت بها حتى شفتها في كورتنا. خويا سامحونا الحكام نمش نجيبوا أمن، هاو كل يوم دار فيها حفلة على غفلة، رواد ولات قندهار، الشعام بشوية آخر يولي بيس بالقنابل، على غايب خوي على غالب الأمن اللهي بالقذقاذي بايز والصومالي باند وشيء أبجل من شيء. هاو حتى رئيس الجمعية مشمر سروال الكسوة ويجري في التيراع صافي يده وهو يفحش كيلو طاهر خالت على الربيطة. والمرة اللي فاتت كي قلت الحكام يلزمهم كاسك وكان لزم طنجرة المهم يكوفريو روسهم ضحكتوا عليا. إن شاء الله بركة يجي نهار ونلقاو مسؤولين قادرين يوقفوا هالدمار، خاطر من هنا القدام ماتشواتنا ما يقدهم كان الترهوني أربيتر والجوج رشيد عمار. ربي لحظة رفيق سامحوني قصيدة، مرة تفرشي فيديو والله هو كثر الهم يضحك والله سقفني على ولا ذكرت أربيتر خلتين وراه الكل خلتين وراه يجي 30 واحد اسمع ويجري قفز بالحوالي نقز أطلع بعد كم في الأخير بعد كب بعد طلع ويمشي مشي للجمهور اللي اعطاه ضدهم بيلانتي نجم واصلك مشي نقز في وسط الجمهور اللي اعطاه ضدهم بيلانتي شو اسمه اللي قلت عليه ذاك اللي عرضه اللي حكيت عليه رسو قد عماد أقوى الرجال عماد أقوى الرجال نقعدوا في كرة القدم وديما في الرابطة الثالثة اليوم، وين تلعبت مقابلة من أكثر المقابلات تشويق في تاريخ كرة القدم في العالم، مقابلة جمعت الشبيبة الرياضية بسكرة فريق التحدي الرياضي بالتضامن، وفات بعد سيناريو هيتشكوكي بنتيجة 20-0 الفريق شبيبة الرياضية بسكرة. الحلو في الحكاية أنه مدرب التحدي الرياضي بالتضامن قال غلطنا في بداية المقابلة كي حلينا اللعب قدام منافس محترم. ساعة فهمني يا سيد تحكي على بداية المقابلة على أساس كليت 20 بونتو في درج وبعد لعبولك 10 التالي انت ماك تبارك الله كل درج بونتو والحسبة تقعد ناقصة زوز. وزيد خويا ماك تعرف ليكيب متاعك ليكيب تاكل 20 في ماتش هذي انت حلين لعب معلم هذي انت حلين حلو انت حلين كل شيء كان اللعب وانت بربي قل لي فاش تراني تبارك الله زعما كان تخليهم يكوروا وحدهم باش يفقدوك ينجموا يحطوا في بقعتك سامبا تحت الجاريتا ونصايحك هاك شفت وين يوصلوا يا معلم وتروت لاقرب خيط. اما حتى الملاعبيه يحمدوا ربي دخلت الفيستير حبيت نعمل انترفيو نلقى الجماعه ما على بالهمش بالخساره وعلى طول صوتهم أحلى حتى أحلى حتى أي عاد هكا الصورة ضاحت وربي يبقى عليكم الستر. خويا إن شاء الله هذاك حد الباس وإن شاء الله سيد المدرب كي تدخل حي التضامن تخرج منه لباس. ربي سامحني مش تدخل رفيق والله مرة تفرش في ماتش في تونس زاد كوبا الكيب هذه خاسرة 9 عداو الانترنير في الحد الرياضي صدقني قالوا شنية للهزيمة قاسية واحد طلعش قال قال لي هزيمة ضد مجرى اللعب 9 مش واحد مش 2 هزيمة ضد هنا 20 قالك حلينا اللعب حلينا اللعب يعطيه الصحة فجرت النسخة الأيرلندية من صحيفة ذا سان فضيحة جديدة تتعلق بنادي أرسنال وهذا بعد ساعات قليلة من هزيمة فريق المذلة أمام ليفربول بنتيجة 5-1. واحد من أهم مسؤولي النادي صرح للصحيفة المذكورة وقال أنه تم التأكد من أنه مهاجم الفريق أوليفير جيرو استحب أحد عارضة الأزياء لغرفته بالفندق ليلة المقابلة في سهرة دامت حتى 3 فجرا وكان جيرو ظهر يوم المقابلة بمستوى أكثر من متواضع الشيء اللي استدعى استبداله بالألماني بودولسكي. يا معلم هو واحد يسهر مثلاً تعصب
صباح يتفرج في فيلم مصري يقوم فاشل. خلي خونا اوليفير ساهر الماضي ثلاثة مضيف الاخت بحذاه الله منه الراجل اللي ما تكبش على دقنونته في 30 دقيقة يلعبهم. ما عليناش حاجة ما تخصناش. انا اللي عجبني في الحكاية انه مسؤول ارسنال هو اللي قام بالتشهير باللاعب باش يكون عبرة لغيره في انتظار اشد العقوبات اللي تعتزم الهيئة تسليطها على جيرو، على عكس المعمول به في تونس. كيم لاعب يتشد بعمله المسؤولين يبداو يتلفوا ويعطيوها وضع الاسبهلال. كي جمهور يكسر ويضرب ويسب تبدا ترى فيه بلوك كامل فيه 5000 فلامات شاعله ودنيا واستاد يردوه تورا بورا ويخرج لك مسؤول يقول لك لا هذاك ماهمش جماهيرنا ما نعرفوهمش. جمهور شكون مالا يا معلم؟ جمهور موريتاني غلط في استاد. وملومش على المسؤولين قد ملوم على الاعلاميين اللي يبداو يلطفوا في العبارات ويذخموا فيها خايفين من الرياكسيون تاعهم. في هذه فئه مندسه، هذه مجموعه من المخربين ليسوا من جمهور الفريق الفلاني ولغه بنديريه بحته، وهذا للاسف موجود في تونس وفي كل بلدان العالم العربي. وهنا نتذكر الكل الحوار اللي جرى بين الصحفي المصري وايمن السلطاني في مقابله الزمالك والافريقي واللي اقتحم فيها اكثر من 20,000 متفرج الملعب وقاموا بالاعتداء على اللاعب الافريقي. اسمعوا مليح اش قال الصحافي وكيفاش ايمن جاوبه. انا شايفك زعلان او حزين او متضايق رغم ان انتوا صعدتوا لدور لا فرحان. كل الشعب المصري متضايق. كل الشعب المصري. كل الشعب المصري. أنا بكلمك حقيقة. مين اللي ضربوني؟ أنا... كل الشعب المصري متضايق. إيه أنا بقول لك ما... مين اللي نزل الملعب؟ كم ألف نزل الملعب؟ 3,000. 3,000. هل ده هو الشعب المصري؟ لا شعب ليبيا. الله يرحم والديك يا أيمن، سورتو كي قلت له شعب ليبيا وما دخلتش معاه في المسرحية اللي حب يعملها. إن شاء الله يجي نهار ونبطلوا هاللغة الخشبية فماشي مكورتنا تتصلح وتشد فنيا. اسمع اسمك تشوف الطون تاع وجهه في الفيديو تاع صوته وكيف اللي ما استعوجه برسمك تجي تعودها زايد. عينه زرقاء قالوا لي الشعب ليبي. الشعب ليبي مين اللي زربونا؟ قالوا مين اللي زربونا؟ واصل. نكمل اخبارنا الرياضيه بلقطه الاسبوع اللي جاتنا من الملاعب الايطاليه وبالتحديد من ملعب ساو باولو اللي احتضن مقابله نابولي والميلان صوره دولتها كل وسائل الاعلام العالميه تم التقاطها النجم الميلان ماريو بالوتيلي. الصوره تخذت البالوتيلي على بنك احتياط الميلان بعد لا تم تغييره في وسط المقابله. بالوتيلي كان يبكي بتاثر بالغ وحرقه كبيره والسبب هو الهتافات العنصريه اللي كانت تغنى بها جماهير نابولي في كل مره يلمس فيها بالوتيلي الكوره واللي وصلت لحد وصفه بابشع النعوت وتشبيهه بالحيوانات. صوره معبره وتورينا حجم الالم اللي تنجم تسببه ساعات كلمه ما نعيرولهاش اهتمام وقدر المعاناه النفسيه اللي تسببها في بعض الاحيان عباره سخريه في نفسيه شخص كل ذنبه انه مازلنا نعيشه في عالم محتاج لثوره اخلاقيه. بالوتيلي المعروف بقوة شخصيته كلمة جعلته ينهار حتى أنه كتبها على حسابه الشخصي في تويتر ليس ذنبي أنني خلقته على هذا الشكل. حادثة تخلينا نطلق نداء لكل من يسمع فينا من جماهير رياضية باش يتعظوا من هالنوع من المواقف خاطر ملاعبنا الرياضية وللأسف تفشت فيها ظاهرة العنف اللفظي والشتم والإهانة وكلنا من عرش كان تتذكروا حادث شتم والدة المدرب كمال زواغي في مقابلة 24 ساعة بعد وفاتها واللي كانت سبب في اتخاذه قرار الاعتزال. إن شاء الله كيما عملنا ثورة على الدكتاتور نعملوا ثورة على المستوى الأخلاقي ونذكروا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أخبارنا الرياضية اليوم وفات نتقابل إن شاء الله غدوة إيفام وفز تسمع العز.